الأهلي أعظم نادي في الكون. أهلا بحضراتكم مرة تانية. خلينا نرحب بنجمنا النهاردة، نجم الكرة، تحليل الكرة العالمية، نجمنا محمود شاكر اللي هينورنا النهاردة في المحترف. هنتكلم معاه في كل التفاصيل، طبعا بداية من تتويج النادي الأهلي بالكأس ال11. محمود مساء الفل عليك، مساء الفل عليك يا كابتن وحشني هاني، جدا. وحشني جدا جدا والله، والبرنامج وحشني. ومبروك للنادي الأهلي ومبروك لجماهير النادي الأهلي، البطولة ال11 في تاريخ النادي الأهلي، وبيبعد بعيد قوي عن اي حد موجود، وبيفرح الناس كلها امبارح، وبيثبت ان النادي الاهلي ما حدش يقدر يعمل عليه عقده، ما حدش يقدر يتجرأ على النادي الاهلي وياخد منه اكتر من بطولتين، لان دي اصلا ده اللي كان الحدث الغريب، ان ياخد بحد ياخد من النادي الاهلي بطولتين، ما ينفعش تاخد منه الثالثه. اسوأ الظروف وفي اسوأ الاحوال، حتى لو النادي الاهلي ما لعبش مباراه كويسه مثلا امبارح، او حتى لو النادي الاهلي ما عملش نتيجه كويسه في اول مباراه، ولكن يبقى هو النادي الاهلي، محدش يقدر يؤمن للنادي الاهلي لحد اخر دقيقه، وبرضه النادي الاهلي هياخد منه البطوله، والنادي الاهلي خد بطوله من فم الاسد ده صحيح، من المغرب. ده صحيح. كانت مشوار البطوله اولا كان صعب شويه على النادي الاهلي في دوري المجموعات، لكن قول لي رؤيتك كده وانت بتتفرج، والاجواء اللي كانت قبل المباراه واثناء المباراه، والجماهير، الضغط الجماهيري والتحكيم والظروف الصعبه، والنادي الاهلي بيخش فيه جون في الشوط الاولاني، كل الامور كانت صعبه جدا جدا وتحدي كبير جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي. شفت ده ازاي؟ وشفت كمان بعد ما جبنا جون التعادل، كمان كان النادي الاهلي قادر حتى ان يزود النتيجه ويكسب هذه 4-5 المباراه يعني. طبعا طبعا يا كابتن هادي، هي مباراه اكيد لازم كانت تبقى صعبه، مفيش مباراه هتتلعب في المغرب او تونس او الجزائر مباراه نهائيه او نصف نهائي هتبقى سهله، وكان في شويه قلق قبل المباراه دي، من بعد صفاره الحكم في الماتش الاولاني، ان بسبب الجون اللي دخل في النادي الاهلي في اخر 10 دقائق هصعب الامور، وكان في فكره مسيطره على الناس ان بسبب الهدف ده هيبقى صعب جدا النادي الاهلي ممكن يعوض هناك، وده يمكن يكون بسبب التاريخ اللي ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد، النادي الاهلي لعب مع الوداد مباراتين في نهائي افريقيا، المباراتين النادي الاهلي ما قدرش يحرز فيهم ولا هدف، والمباراتين النادي الاهلي اتغلب فيهم وخسر اللقب، ودي كانت المباراه الثالثه، وعارفين قوه جماهير الوداد وقوه جماهير الرجاء، ولكن قد ما ملعب الوداد صعب وصعب جدا جدا، واحنا عارفين حاجه زي كده، النادي الاهلي هو الاصعب يا كابتن هاني، النادي الاهلي هو اصعب منافس ممكن تنافسه داخل القاره سواء محليا او قاريا، النادي الاهلي هو اصعب اصعب فرقه ممكن تنافسها في اي ادوار اقصائيه، النادي الاهلي هو اصعب فرقه ممكن تفكر انك تاخد منها اي حاجه ليها علاقه بلقب، ولما تستنفر لعيبه الاهلي شخصيه النادي الاهلي، وشفنا امبارح برغم ان الشوط الاول اللي كان سيء جدا من جانب لعيبه الاهلي ومن سيء جدا من جانب الحكم والصخب الجماهيري اللي كان كبير، ولكن شخصيه النادي الاهلي بتبقى موجوده دايما وحاضره. 11 بطولة النادي الأهلي خدهم يا كابتن هاني، هتلاقي منهم 4 أو 5 بطولات كانوا صعبين جدا، الأربع خمس بطولات الصعبين جدا دول هتلاقيهم كانوا مثلا، يعني أنا بكلمك صعبين في حتة المباراة النهائية، هتلاقي مثلا ماتش الأهلي والصفاقسي 1-1، النادي الأهلي بيروح هناك يكسب 1-0 في مباراة كانت صعبة جدا خدها في آخر الدقايق، مباراة النادي الأهلي وسنة مثلا ومع النادي الترجي التونسي تعادلنا هنا 1-1 وكسبنا هناك مع كابتن حسام بدري 2-1، فدايما الماتشات اللي النادي الأهلي اول ما المنافس، وبرضه النادي الوداد كان حاسس بشويه كده كبر، كان في شويه تعالي، كان في شويه غرور من المباراه الاولانيه، وعاوز اقول لك على حاجه يا كابتن هاني، انا كنت في الاستاد يوم المباراه، اول يا كابتن هاني ما لعيبه الوداد بعد صفاره الحكم بداوا يهيصوا ويتنططوا ويفرحوا، انا على طول جه في دماغي السيناريو بتاع مباراه صفاقسي ومباراه الترجي بالظبط يا كابتن هاني، انا كنت في الماتشين برضه كنت في الاستاد، فالسيناريو ده ان انت اوعى تفكر ان النادي الاهلي ممكن يسيب لك المباراه، ولكن الضغط الجماهيري كان صعب جدا، الراجل اللي اشتغل فاندن بروك اشتغل المدير الفني بتاع نادي الوداد، اشتغل بطريقه مدرب كويس خالص، مدرب كويس جدا طبعا، صحيح، وامبارح لعب مباراه كويسه، ولكن كان من قبل المباراه احنا كنا بنحذر من حاجتين، ان القوه الكبيره اللي موجوده عند نادي الوداد تتمثل في الجنبين، سواء اذا كان العمود او يحيى عطيه الله او سواء الفيرود اللي هو صامبو، لما الكور العاليه بتتلعب عليه الراجل بيبقى مميز جدا، بيقدر ياخد الكوره، والسكند بول دايما دايما لعيبه الوداد بتاخدها، حتى المشكله دي كانت حصلت في المباراه الاولانيه لما النادي الاهلي، لما الوداد كان دايما بيعلق الكوره لصامبو، صامبو كان دايما ينزلها للمترجي، وحصل مشاكل كتيره للنادي الاهلي، هو بقى الراجل بعد ما كان بيلعب في المباراه الاولانيه 4-3-1-2 هو غيرها خالص في مباراه امبارح ولعب 4-2-3-1، نزل اونجم، اونجم هو الحلقه اللي ما كانتش موجوده في المباراه الاولانيه، نزل اونجم ودايما بقى يخلي اونجم هو اللي ماسك الخط، والعملود يا كابتن هاني انت لو كنت بتاخد بالك
اول ما هو لسه كنت هقول لك هنا. بص يا كابتن هاني، العملود كان اول ما نادي الوداد بيخطف، اول ما نادي الوداد بياخد الكوره كان على طول العملود بيتحرك على الناحيه اليمين. كلنا عارفين ان اقوى جبهه موجوده عند جبهات النادي الاهلي هي الجبهه الشمال اللي فيها علي معلول، فبالتالي الكلام كله بيتقال ان احنا هنلعب في ظهر علي معلول. ولكن الميزه الكبيره عند نادي الوداد في ان العملود دايما سواء ان هو انطلاقاته من على الخط والاوفرات اللي بتلعبه بيلعب بدماغ كويس. هنا يا كابتن هاني ده اكتر التركيز، الهاي كونسنتريشن، اكتر تركيز كان فيه لعب من ناحيه الوداد في طول ال 90 دقيقه. الكثافات الهجوميه بالظبط كده الكثافات. هتلاقي يا كابتن هاني دايما ان الحته اليمين اللي هو كان بيلعب فيها العملود وبيميل عليها ونزل هي كانت اكتر. وخد بالك بقى يا كابتن هاني لسه بعد الجرافيك ما يخلص هحكي لك برده على حاجه ليها علاقه بالمكان ده. فنشوف هنا ان اكتر مكان كان بيضغط منه نادي الوداد كان دايما الناحيه اليمين اللي فيها العملود وفيها ونجم. هتلاقي الناحيه الشمال مش زي ناحيه اليمين لان قوه بيرسي توفي الانطلاقات والسرعات خلت يحيى عطيه الله على طول واقف ما بياخدش ريسك. وكنا بنشوف سويتش بيحصل ما بين امين فرحان ويحيى جبران، كان يحيى جبران بيرجع مكان امين فرحان وامين فرحان ويطلع بالكوره عشان يبقى في ظهر العملود لو الكوره اتقطعت. في جرافيك برده ثانيه كابتن هاني عاوز اقوله لك. هنا بص بقى ده الافريج بوزيشن، ده التمركز الموضعي او التمركز اللي كان موجود للاعيبي الوداد امبارح طول المباراه. عاوزك تبص على الناحيه اليمين اللي بكلمك عليها رقم 22 ده العملود، ده الباك رايت. بص يا كابتن هاني على طول اكتر مكان كان متواجد تقريبا باك يعني جناح، هو كان شغال او نجم هو اللي بيخش او نجم هو اللي بيطلع لبره علشان ياخد علي معلول وتاني بيخش جوه عشان ياخد حسين الشحات. فهنا ابو كابتن زي ما قلت 22 ده العملود ورقم 11 ده ونجم. فدايما هتلاقي حتى 25 ده كابتن اللي هو امين فرحان اللي بقول لك عليه، هتلاقي امين فرحان دايما ويحيى جبران مايلين ناحيه العملود مع ان الناحيه الثانيه هتلاقيها منتظمه اكتر، ولكن علشان القوه الكبيره كلها كانت موجوده من الناحيه اليمين. فيا كابتن هاني كانت قوه كبيره جدا موجوده عند العملود، ولكن كنا بنحذر قبل المباراه يا جماعه بلاش ضربات ثابته كتير خصوصا من الناحيه الشمال اللي السان داونز جاب منها هدف، اللي نادي الوداد جاب منها ساوندز في المباراه الاولانيه بتاعت في المباراه الثانيه بتاعت بريتوريا. ولكن النادي الاهلي يا كابتن هاني امبارح لحد الدقيقه 25 عمل 9 فاولات مقابل 3 فاولات فقط لنادي الوداد، والتسع فاولات منهم 4 فاولات في اول 25 او 30 دقيقه الناحيه اليمين يا كابتن هاني. بالظبط ناحيتنا او ناحيه الشمال النادي الاهلي. وخلي بالك كان في كمان كورتين صعبين قوي، يمكن كورتين شالهم الشناوي اللي هي نفس الكره اللي جت جول، كانت كرة خطر جدا والشناوي قدر يتعامل معاها. لكن خلينا نتكلم، ده كان انا بتفق معاك تماما ان اول 25 دقيقه كانت لصالحهم تكتيكيا، ولكن العوده كمان بقى للمباراه انت بيخش فيك جول وبتنزل الشوط الثاني الحقيقه بيبقى فيه شكل مختلف شويه واداء مختلف للنادي الاهلي وتغييرات مارسيل كولر كمان، دي تغييرات مهمه جدا. ويمكن لاحظنا نشاط في الحاله الهجوميه للنادي الاهلي من خلال التغييرات ديت. رؤيه مارسيل كولر للمباراه انت شفتها ازاي من خلال ادارته للمباراه وكمان الثبات الانفعالي لفرقه النادي الاهلي طبعاً. بعد احراز حتى الهدف الاول، وكان كنا قريبين كمان ان احنا نسجل الهدف الثاني والثالث. شوف يا كابتن هاني النادي الاهلي يمتلك مدير فني قوي جدا 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 وهو اسمه مارسيل كولر. المدير الفني الشاطر مش اللي يحط تاكتكس بس او يحط فنيات بس ويحاول يلعب بطريقه او افكار معينه ويقعد يتفرج، الراجل دايما بيتدخل، دايما بيحل الازمات والمشاكل اللي موجوده. الطريقه المعروفه للنادي الاهلي اخر 3 او 4 مباريات هو التشكيل ال11 اللي ابتدى بيه امبارح، ولكن كان في مشكله، مفيش ولا لعيب في الملعب كوير، مفيش ولا لعيب في الملعب خصوصا في خط 3 اللي في نص الملعب كوير باستثناء مروان عطيه، ومروان عطيه بسبب الضغط العالي اللي كان موجود فمفيش حد يقدر يطلعك بالكوره او على الاقل يا كابتن هاني حد يهدي الريتم. صحيح. فكان دايما النادي الاهلي في الشوط الاولاني اول ما النادي الاهلي ياخد الكوره 3-4 لمسات وبتتقطع. النادي الاهلي يجي له اوت، يجي يطلع بالاوت محمد هاني، حسين الشحات، اي حد، علي معلول، يا كابتن هاني على طول الكره كانت بتقطع. فالريتم كان سريع جدا، حتى كان في لقطتين لمارسيل كولر في الشوط الاولاني عمال يعمل اللعيبه كده بيقول لهم العبوا كوره، بس النادي الاهلي ما كانش قادر يلعب كوره. الراجل تدخل في الشوط الثاني، نزل قفشه. قفشه بصراحه كان محور من المحاور اللي غيرت شكل المباراه بطريقه يا كابتن هاني فوق الغير يعني غير المتوقعه بصراحه. الراجل كان بقاله كتير مثلا ما بيلعبش مثلا اكتر من 4 أو 5 مباريات بينزل يادي. قفشه كان متحكم في ريتم المباراه كويس جدا، هو كان الحل للاعيبي النادي الاهلي عشان يطلعوا عليه او عشان خاطر ان هو يقدر يربط التلت الدفاعي بالتلت الهجومي، كان متميز جدا. والنادي الاهلي في اخر 5 دقائق كان ممكن المباراه تخلص 4-5-1. صحيح. فشخصيه النادي الاهلي يا كابتن في ظل العوامل الصعبه اللي كانت موجوده امبارح والحكم
كان قراراته سيئه جدا. يعني لما انساش الكوره اللي كهربا راح يجيب فيها جون، واللي هو الكوره شاطها كهربا في الشوط الاولاني يا كابتن، الكوره الراجل بيصفر يا تصفر في الاول يا ما تصفرش لغايه لما الكوره تنتهي. فكانت القرارات دي مأثره على لعيبه النادي الاهلي، ولعيبه نادي الوداد حاولت تستفز لعيبه النادي الاهلي، ولكن الشوط الثاني كل حاجه اتغيرت. النادي الاهلي مسك زمام المبادره مع تراجع نادي الوداد، وبدا النادي الاهلي يلعب كورته. واخد بالك يا كابتن، الكورنر اللي جه منه الهدف هو كوره بتاعه النادي الاهلي كلنا عارفينها، واحنا قلنا قبل المباراه النادي الاهلي لعب كورته هتعرف تكسب. كوره بسيطه جدا، الكوره اتلعبت شيب لبيرسي تاو، امين فرحان قام مطلعها في الكورنر. الكوره بتاعه النادي الاهلي الطبيعي بتاع النادي الاهلي تلعب في انصاف المساحات، تلعب في الهاف سبيس. جت ضربه الجزاء، وهنا بقى اقف عند ضربه الجزاء، واقف عند مارسيل كولر، واقف عند محمد عبد المنعم، ونقف عند علي معلول، ونقف عند النادي الاهلي كله يا كابتن هاني. النادي الاهلي على الضربة الركنية صحيح بالظبط، النادي الاهلي كل النادي كل القاره عارفه النادي الاهلي بيلعب ازاي، ما عرفوش يوقفوا النادي الاهلي. كل القاره عارفه ان محمد عبد المنعم بيقطع القريبه، وبرده محمد عبد المنعم بيجيبها جون. وهفكرك بالهدف اللي احرزه محمد عبد المنعم امبارح السنه اللي فاتت في دور الثمانيه. النادي الاهلي ونادي الرجاء كانوا بيلعبوا دور الثمانيه في القاهره، النادي الاهلي كسب 2-1 ودخل فيه جون برده في اخر 10 دقائق، والماتش هناك كان صعب جدا. اول 4 دقائق ديانج بيغلط ونادي الرجاء بيجيب جون بقى 1-0. كل توقع ان المباراه جه ضربه جزاء للنادي الاهلي، علي معلول ضيعها، لغايه لما جه نفس الكورنر بالظبط يا كابتن هاني، واتلعب باوفر من علي معلول، ومحمد عبد المنعم بيروح يطلع يحطه. محمد عبد المنعم بيحط جون تاني في مباراه الرجاء اللي كانت السنه دي موجوده هنا في القاهره. محمد عبد المنعم ابتدى بطوله افريقيا بهدف من صناعه علي معلول في الاتحاد المنستيري. صحيح. فدي كلها انت تدل على شيء، تدل على تريد مارك النادي الاهلي، تدل على ان في راجل مدير فني قوي جدا عارف بره هو بيعمل ايه. وحاجه تانية الناس مش واخده بالها منها، كل سنه يا كابتن هاني في الفتره دي بنقعد كده كلنا نقعد نقول النادي الاهلي بيعاني من غيابات، النادي الاهلي بيعاني من اصابات، النادي الاهلي بيعاني من اجهاد كبير جدا. ولكن لما الراجل بيشتغل وعارف كويس بيشتغل ازاي، تحليل الدي ان ايه اللي عملها بيرسي تاو اللي ما كانش السنه اللي فاتت بيكمل مباراتين ثلاثه وبيتصاب على طول، النهارده ما شاء الله لاعب السيزون كله ما فيش اي مشاكل، واحد زي قفشه امبارح وعمرو السوليه امبارح بينزل لك يا كابتن هاني، الناس دي نازله فت والناس عارفه نازله هتعمل ايه. مين المسؤول عن الكلام ده؟ المسؤول عنه المدير الفني. مين غير المدير الفني؟ اللعيبه المتمرسه على البطولات، المتمرسه على البطولات. عاوز اقول لك ان محمد الشناوي لاعب 6 نهائيات يا كابتن هاني، لكن تخيل 2017 2018 2020 2021 2022 2023 محمد شناوي لعب 6 اعتقد كمان. لا بص على مستوى انجازات اللعيبه في لعيبه كتير، عمرو السوليه لعب 4 نهائيات، رامي ربيعه تقريبا رامي ربيعه خامس بطوله. ولكن بكلمك على اللعيبه اللي لعبت الادوار الاقصائيه او البطولات اللي زي دي يا كابتن، ما دي بتديك ادفانتج. ما هو امبارح النادي الاهلي رجع ليه؟ عشان لعيبته كبيره، لعيبه النادي الاهلي متمرسه على الظروف اللي زي دي وشافت حاجات زي دي كتير. حاجه ثالثه مهمه جدا يا كابتن، هو الجهاز المعاون لجهاز الكوره، سواء بقى معد بدني، سواء محللين اداء، سواء اجهزه استشفاء بتعرف ان انت كويس تعمل ريكفري للعيبه. فبالتالي العوامل دي كلها بتتشابك وبتدل في الاخر على النجاح، والنجاح هو ان الفريق بياخد 3 بطولات من اخر 4 بطولات قاريه معموله في القاره. فالنادي الاهلي حدث ولا حرج يا كابتن هاني.